سعادة السفير جان جاك كيريا سفير مملكة بلجيكا. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles Sa Majesté Philippe, roi des Belges, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. أنا سفير بلجيكا في الجزائر وحظيت بلقاء مع السيد رئيس الجمهورية في مقابلة مطولة أتيحت لنا الفرصة فيها لاستعراض تاريخ الشراكة الطويل والمتجذر بين بلدينا. قريبا سنحتفل مع الجزائر بالذكرى 70 للثورة وبلدي بلجيكا ستكون حاضرة. لدينا العديد من التبادلات الاقتصادية مع الجزائر ولدينا أيضا تبادلات فيما بين الجامعات وتبادلات في مجال الخبرة في قطاع الزراعة وفي قطاع الطب وتبادلات اقتصادية في قطاعات البتروكيماويات والبلاستيك والمواد الغذائية وصناعة مختلف الآلات. هذه العلاقات تتميز بالحيوية والديناميكية وآمل أن نتمكن مع الجزائر من تعزيز علاقاتنا أكثر فأكثر وذلك من أجل رفاه وسعادة شعبي بلدينا وهو الالتزام الذي أتعهد به طوال عهدتي كسفير بالجزائر.